الاخوان السلام عليكم، صباحكم مبروك. هنا غنوري لكم الطريقه كيفاش ناخذ الزريعه ديال اليقطين او ما يسمى بالسلاوي اللي كنا زرعناه شحال هذا وارتئينا باش ناخذ شي بعض اليقطينات باش ناخذ منهم الزريعه باش نزرعوها ان شاء الله في شهر 3. كنشدوا هاد سموه السلاويه، كنقطعوها بالمنشار حول اعداد حاده، نشوف شي بلاصه مثلا فيها شي سيمه ولا شي حاجه، وكنصوصو هكذا. هانتم كتشوفوا الزريعه فين هي، ما شاء الله وحده، يعني وحده شحال كتعطي ديال البذور. هذه هي الزريعه. من بعد كنشدو هاد الزريعه كنشوف لها بلاطوات، كنديروها اما في لاتور اولا كنزرعوها مباشره في الحوض بعد ما كنديرو ليه الاسمده العضويه، وكنتابعوها مره كنقوها وحبه يعني نغرسوها في شي بلاصه اللي هي في جانب شي حيط او الحجر باش ديك المنتوجات ديالها تطلع فوق من الحيط او تطلع فوق من القصب باش ما يمسهاش التراب، لان التراب كيأثر عليها ولا لقات شي حجر يعني كتعوج. وهاد الحاله كنا سقطنا فيها السنه السابقه، الارض كانت باقا مجهجات مزيان وفيها الحجر، ملي كيخرج داك البيت ديال السلاوي وكيعطي ديك الولد ديالو كيلقى شي حجره تيعوج. وما شاء الله انت هادي داش ما شاء الله. نتمنى للجميع التوفيق والى حلقه قادمه ان شاء الله فيما يخص دروس الفلاحه والملاحه، اعانكم الله والى فيديو لاحق. صباح مبروك.